اسم السكن هاد البساتين كلها بساتين سبعه واخص بيدك الامهات في حق الله لأنهم هما اللي لانهم عندهم اتصال مباشر مع التلاميذ كيديوهم وكيجيبوهم وهذا الحي بالاشاره فهو مبني 16 سنه هذه 16 سنه وهاد البقعه الارضيه كاينه وهي ما مبنياش والساكنه كيتسناو ان سنه غادي تبنى فيها ودابا كتعرف التقدم واحد الاقتصاد كبير كيبلغ حتى ألف تلميذ لدرجه ان الاساتذه راه ما كيحفظوش التلاميذ حتى نستات دوز الدوره الاولى كتجي السؤال على التلميذ لما ديتيش في الذكرى ما كتحفظوش والله يحسن العون لان كاين الاكتظاظ كيفاش تواصل مع المدير كيفاش تواصل مع 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 مع, مع, مع الاساتذه ما كتلقاش لان كاين واحد الاكتظاظ كبير والسنه المقبله ان شاء الله غير تعرف اكتظاظ فوق الألف لان زادوا واحد العمارات كيتبناو الساكنه السكنه كتزيد البنايات السكنيه كتزيد بالتالي الولادات كتزيد بالتالي الدخول المدرسي الابتدائي راه كيخصو خصو ضروري خصو لذلك طالبوا المسؤولين لان راه عجل الدور الاحمر بهذا المعنى عجل الدور الاحمر حنا كنطالبوا بهم باش يبنوا لنا المؤسسه زياده انا اقرب من الدراسه لهاد الحي هذا شحال تقريبا بعيده كاين اللي كيضرب نص ساعه الطريق باش يوصل للابتدائي زياده على التوقيت اللي دارنا هاد السنه اللي هو مكرفص حق الله لا لان فيه اربعه المرات كتمشي وتجي كاينين الناس اللي كيضربوا المسافه نتاع نص ساعه باش يوصلوا للابتدائيه كاين اللي عندها جوج وليدات ثلاثه الوليدات واوقات مختلفه بعض التوقيت اللي داروا لنا كتقيم مسكينه لابسه جلابتها غدا جايه كتوصل مهدوده ما قدت طيب لوليداتها ما قدت تعاونوا في قرايتهم مع قد حتى حاجه زياده أنها التلميذ داخل المؤسسه كي غادي يقرا وسط الاكتضاد كي غنديروا مشيو بحق من حقوقهم اللي هو حق اساسي حق التعليم شي حاجه اللي حق اساسيه وليداتنا ما ما, ما ما ما, 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 عندوش مساكن هذا الحق لذلك كان ضروري يعني ضروره مؤكده للبناء الابتدائيه ما تيكون شويه ما كاينش زعما شي هضر كثير ولكن راه ما كاينش شي خرايه كثيره فهمتي راه كتلقاي التلميذ راه عنده 16 عام باقي كيقرا في الثالثه ولا الرابعه فهمتي راه كاين هذا كاين عندنا نماذج في داخل المؤسسه يعني ما كاينش داك الوالدين نعياو وقايد يديو ويجيبو عياو ما كاينش زعما داك الامر ونتمنوا من الله لان 16 سنه راه ماشي امر سهل كاننا كنحسبوا راسنا في هذ البساتين سبعه خارج المغرب كانها ماشي ماشي ملحقه من المغرب ماشي مدينه مكناس وهي تقريبا الوحيده اللي ما كاينش اللي, ما فيهاش المرافق العموميه لان عندنا ابتدائيه عندنا اعداديه ما بنياش لمده 16 سنه دابا عندنا مامي صحه ما كايناش يعني هذا حق من الحقوق تعليم والصحه شي حاجه اللي من الضروريات من كرامه كما تنقولوا المواطن